مع احتدام المنافسة الأمريكية في السباق إلى البيت الأبيض، بدأ المرشحون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتقديم الهبات السياسية إلى إسرائيل التي لا يملكونها إلا لحين فوزهم، متنافسين على من يقدم الدعم أكثر لدولة الاحتلال حال فوزه. المرشح المحتمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب قال إنه سينقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، وأضاف إنه سينحاز لإسرائيل الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة في أي مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الكل يتنافس في هذه المرحلة لكسب أصوات اليهود وأداء الدعم الذي يأتي للحملة الانتخابية، فالتصريحات التي تأتي سواء من ترامب أو من هيلاري كلينتون هي تصريحات مماثلة لكل المرشحين خلال الفترات السابقة. وكررت المرشحة الأبرز في الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون تصريحاتها الداعمة لإسرائيل قائلة: سأدافع عن إسرائيل وسأبذل كل ما في وسعي لدعمها. واستغلت كلينتون منصة منظمة أيباك في واشنطن لاتهام القيادة الفلسطينية بالتحريض على العنف، مطالبة إياها بالتوقف عن ذلك. دائما كان على جدول أعمال أي حملة في الانتخابات الرئاسية، لكن لا يستطيع أي منهما أي من الفائزين اتخاذ قرار فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يتعلق بالاستيطان، لأنهم أيضا هناك معايير محددة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ويسعى المرشحون للرئاسة الأمريكية من خلال تقديم الدعم لإسرائيل والتعهد بالوقوف إلى جانبها إلى كسب ود مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية الموالية لدولة الاحتلال أيباك من أجل تعزيز موقع كل واحد فيهم أمام خصومه للوصول إلى سدة الحكم في انتخابات تشرين الثاني المقبل. التصريحات المتكررة بدعم إسرائيل من مرشحي الرئاسة الأمريكية تؤكد أن واشنطن ماضية في سياساتها الداعمة لتل أبيب، وأن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من العنف واستمرار الصراع في المنطقة. هارون عمايري، تلفزيون فلسطين.